متابعينا الكرام، مباشره من امام عماله صخيره تماره غنقربوكم من مجموعه من المشاكل اللي كتعلق باصحاب الاذونات ومجموعه من الامور الاخرى. خليكم معنا. خويا حنا مشكل دور الصفيح ان الطريقه باش تمت اتفاقيه الطريقه باش تمت الاتفاقيه اللي سناها المجلس البلدي السابق برئاسة موحر الجدالي ودوك الأعضاء، فصراحة فهي كارثية لأنها ما تطرقت لحتى جانب من الجوانب. وأنا تنقول بأن في صخيرات أنا كنت حتى اقتنعت بصخيرات ومشيت لصخيرات من الصباح حتى العشية، ما كاين لا حمام، ما كاين لا مدرسة، ما كاين لا جامع، ما كاين لا جوطية، طرقان محفرين، ما كاين لا قهاوي. انا تنقول بالنسبه للناس، تنقول لهم حسبوا مزيان، شتي تشريو هنا السكن الاقتصادي في مدينه تماره وتشريو بمبلغ ديال 25 مليون وتخلصوا 24000، احسن لكم من صخيرات. علاش؟ ملي غنسكن انا في صخيرات ب 700 درهم وغادي نولي نركب 320 ونرجع ب 320 وانعدام الامن في صخيرات، ونولي ندخل باغي مع التمنيات اللي ندخل ما نقدرش ندخل لداري، دونك تما ساكن غير لائق. لذا انا تنقول لكم كاين مشكل اخر. جات لي واحد الفكره اخرى بغيت نقولها، لان احنا كساكنة تماره احنا تربينا في تماره وتماره تبنات على ظهرنا. انا في عمري 40 عام تنعقل على السوق القديم، وملي تبنات تماره وزيانت ولات فيها المرافق غتدونا تما نتسناو 20 عام اخرى باش تبنى. هذا عيب وعار. وحاجه اخرى بغيت نقولها، السانديك تنسمع، ما عنديش معلومه مؤكده، تنسمع بان كاينه 1200 درهم، والسانديك تختاروه نتوما ولا تنتخبوه حنا، وهاد المبالغ ديال السانديك فين تتمشي؟ راه هذه خروقات خطيره. انا تنطالب جوج مؤسسات يدخلوا، تنطالب مؤسسات المنافسه، وتنطالب المجلس الاجتماعي والاقتصادي يدخل، وتنطالب وزير الداخليه مباشره يفتح تحقيق، لان صراحه تمارا ريحتها عطات بركه بزاف. واحد نودع واحد ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.